تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ضربه الجزاء اللي كل اسماعيلاويه وكل زملكاويه طالعين بيقولوا انها مش ضربه جزاء. طيب ما تيجوا كده بشويش وبالراحه وبالعقل وبالمنطق وبالتصوير وبالفريم فريم وبالواحده واحده، وانا اقسم لكم بالله وحياه اولادي ما شفت اي فقره تحكيميه قالت اللي انا هقوله لكم دلوقتي، يعني اللي انا هوريه لكم انا ما شفتش اي حد، يعني انا ما اتفرجتش على الفقره التحكيميه، ما شفتهاش، ما تابعتهاش، ولكن الكلام اللي انا هقوله ده من خلال اللي انا شفته، من خلال اللي انا يعني بشوفه بحلله، يعني ما شفتش حد قال ايه عشان اقول زيه، ما حصلش. ولكن تعالوا نطلع ونسمع ونشوف بالفيديو وبالتفصيل واحده واحده، هل دي ضربه جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ ولو انت شايفها ضربة جزاء اكتب لي في الكومنتات انها ضربة جزاء، لو شايفها مش ضربة جزاء برضو قول لي ان انت غلطان ودي مش ضربة جزاء. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف بالفيديو وبالتحليل وبالصورة وبالتصوير البطيء، هل دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. بنجدد التحيه بكل اخواتنا الاهلاويه في كل مكان، هنمشي كده واحده واحده باللعبه عشان اوريكم انها ضربه جزاء مليار في الميه، مش زي ما البوابين بيهروا ولا الزملكا ولا الحرافيش بيقولوا انها مش ضربه جزاء ولا يحيى الكومي، وهنرد عليه واحده واحده. هنمشي بالكوره يعني بالتصوير البطيء عشان نبين للاهلاويه ازاي ان الكوره دي ضربه جزاء صحيحه. طبعا في فاول ارتكب ولكن الحكم الرايه ما حسبهاش، تمام، راح لاعب الاسماعيلي معرضها وشايد، راح لاعب النادي الاهلي استطاع ان هو يقطع الكوره واستخلصها بشويش، وادي ضرب بالكوع والمفروض فاول وانذار، الحكم ما حسبهاش. راح اللاعب بتاع الاسماعيلي قرر ان هو يسيبها لحارس المرمى، فعمل سبق حسام حسن احمد عادل. وبص حصلت العرقله ازاي، هقول لك حصلت العرقله ازاي بس لما تجيبنا اللقطه من ورا الكاميرا علشان تشوف اللعبه بنفسك وتتاكد انها ضربه جزاء مليون في الميه. زي ما اتفقنا ان في فاولين ورا بعض ما اتحسبوش والحكم عمل اتاحه فرصه، مع ان في المنطقه دي ما ينفعش ان انت تعمل اتاحه فرصه، يعني الحكم لو كان مبيت النيه ان هو يعمل حاجه كان ادى انذار على الكوع اللي حصل، وكمان ادى، شايف؟ بص يا فندم، بص واحده واحده، كل ده برضو ايه، مش هتبين، يعني دي مش هتبين، الزاويه اللي هتبين اللي ورا المرمى، ولكن دي هنا بص بص هو سبق خلاص اهو، خد الكوره، بص الرجل دي، الرجل دي بص هتتني وتخبط في مين؟ في حسام حسن اللي هيختل توازنه وهيقع في الارض، هتبان اكتر من الزاويه اللي ورا المرمى، هتشوف الزاويه اللي ورا المرمى هتاكد كلامنا بنسبه مليون في الميه. اتفرج تاني، ما تبصش على ايد الحارس، بص على رجله اليمين، بص على رجل احمد عادل اليمين عملت ايه. بص يا فندم هنا الاعاده بتوضح اللي حصل، بص بص رجل احمد عادل اليمين عملت ايه، بص هتتني ازاي، بص بص التانت ازاي، وكسرت على، شايفين يا جماعه، بص بص بص، وراح مكمل. شفتوا اللقطه دي، الايد ما عملتش حاجه، الرجل دي اللي عملت. نجيبها تاني عشان حضراتكم تشوفوا، دي اللقطة اللي من قدام، هنجيب اللقطة اللي من ورا المرمى زي ما قلت لحضراتكم ان هي اللي هتبين اللعبة. ركز حضرتك في رجل احمد عادل اليمين، مالت وراحت كسرة على رجل حسام حسن وعرقلته، وحتى هو ما اعترضش على ضربة الجزاء لانه عارف انه ارتكب خطأ. بص مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، اتأكد بنفسك ان في عرقلة من رجل احمد عادل اليمين، بكرر رجل احمد عادل اليمين مش دراعه. بص يا فندم خلاص، حسام حسن التقط الكورة، خد الكورة زي ما حضراتكم شايفين، احمد عادل بقى برجله اليمين راح كاسر على رجل
حسام حسن المتنيه او اللي هي لسه في الهواء ما نزلتش على الارض، فاللاعب اختل توازنه فحصلت ضربه الجزاء. وهنرجع برضو للزاويه او الكاميرا اللي ورا المرمى بتبين لحضرتك ازاي ارتكب الخطا والراجل ما ترددش، اهو الراجل جنب اللعبه ما هو شايفها، يقول لك بعيد عنه ب 100 متر ولا بعيد عنه ب 25 متر، ما هو الراجل قدام اللعبه اهو. بص يا فندم ركز كده في رجل احمد عادل اليمين، ايوه اللي اتفردت دي، بص بص التانيه ازاي، بص التانيه ازاي وراحت كسره على شايف، بص 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 يا فندم اهو انتهى انتهى الامر، ضربه جزاء مليون في الميه. اي حد بقى يضحك عليك يقول لك ان دي مش ضربه جزاء، يطلع بتوع الحرافيش يقل ادبهم على النادي الاهلي، يقول لك النادي الاهلي بيكسب بالحكام، يقل الواد يحيى الكومي اللي هيموت وكان يعير لعيبه من النادي. اي حد بقى يضحك عليك ويقول لك النادي الاهلي بيجامل من حكام، ادي رجل احمد عادل وادي رجل حسام حسن، وحصل احتكاك هنا، اختل اللاعب توازنه وفقد الكوره وما قدرش يسيطر عليها من خلال، يعني دلوقتي الكوره في حوزه مين؟ في حوزه حسام حسن ولا احمد عادل؟ احمد عادل لا نقط له ولا جمل في اللعبه، اضطر ان هو برجله دي برجله دي عن طريق الحركه اللي عملها قال انها هتعدي على الحكم، ولكن الرجل في الرجل، شايف حضرتك الرجل في الرجل، شايف حضرتك الرجل في الرجل ازاي؟ هنمشي فريم واحد، بص 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 الرجل، بص الرجل يا فندم، بص الرجل، شفت حضرتك الرجل عملت ايه؟ اظن كده اللعبه وضحت للعيان، وانا جبتها لكم بالتصوير البطيء خالص عشان حضرتك تتاكد انها ضربه جزاء، وكل المحللين اللي في مصر قالوا انها ضربه جزاء، حتى ميدو الزملكاوي قال انها ضربه جزاء. نفسي افهم بقى بتوع المانجا مالهم زعلانين ليه يا حبيبي؟ دي مباراه وديه، بطوله وديه ملهاش 900 لازمه غير معترف بيها في الفيفا، بيقول لك دي اعداد، بدل ما حضرتك تروح الامارات ولا تروح اسكندريه ولا تروح مرسى مطروح ولا تروح الهند تعمل فتره اعداد، دي اكنها فتره اعداد ليك، والنادي الاهلي بيلعب بالناشئين بتوعه اللي هم عندهم 16 سنه و17 سنه، يعني البطوله مش ذو اهميه للنادي الاهلي، هي فتره اعداد للاعبي النادي الاهلي وليست بطوله النادي الاهلي بيلعب عليها. النادي الاهلي اصلا مش هياخد البطوله دي، ولو خد البطوله دي برضه بطوله شرفيه ملهاش اي قيمه وملهاش اي لازمه. اذا المفروض عيب على رئيس نادي كبير المفروض يعني زي نادي الاسماعيلي يخجل على نفسه، ولما يطلع يقول تصريحات في منتهى قله الادب على النادي الاهلي، ويطلع مع ميدو ويقول الكلام اللي حضراتكم عارفينه، ويقول النادي الاهلي بيتوجه له الحكام والمعلق المباراه وبرزنتيشن، ودخل لي ام العيش على 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 ام الهنا ولا ام الخير على ام الهنا، ويعني بقرش زيت ولا بقرشين سمنه، ودخل ده في ده ويشبك ده في ده، والكره امام عينيكم اهي، الكره يعني ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، واضحه وضوح الشمس. النادي الاهلي ما بيستناش حد يجبد عليه، النادي الاهلي ما بيستناش حد يديله ضربه جزاء وهميه ولا حكم يحتويه، النادي الاهلي بيكسب بعرق جبينه، النادي الاهلي بيكسب بقوته وباحترامه لنفسه وباحترامه للاعيبته وباحترامه لجماهيره. تاني بص يا فندم، بص يا فندم، بص يا فندم، بص الرجل اليمين التانيه ازاي وراحت نازله على اللاعب كسر، شايف شايف بص نزلت عليه ازاي، حتى هو ما اعترضش، ما قالش لا يا حكم، ما قالش لا انا ما عملتلوش حاجه، ما قالش لا انا ما حصلش مني اي شيء ولا اي احتكاك، بل بالعكس عارف انها ضربه جزاء، قام نفض هدومه ووقف في المرمى، استطاع انه يصدها ولكن احرزت هدف من خلال المتابعه. خلاصه الفيديو احنا بنقول ليه يحيى الكومي بدل ما تقل ادبك على النادي الاهلي وتتكلم، طبعا تنفيذ ركله الجزاء كانت صحيحه مليون في الميه، لاعب النادي الاهلي واللاعب اللي سدد الضربه، اللاعب اللي سدد الضربه ده ها هو اللي احرز البتاع، هو اللي احرز الهدف، الراجل دخل شات اتصدت اتصدت، الراجل دخل شات اتصدت، طبعا احنا ما عندناش حقوق ان احنا نجيب
ضربة الجزاء وهي بتتشات او كده، لان دي حقوق. انا جبت لكم الحاجة اللي هي ممكن يعني ما يكونش عليها حقوق، اللي هي ايه، لحظة العرقلة، ولكن الهدف والتسديد وكده دي عليها حقوق، ما ينفعش ان انا اجيبها لكم. ولكن الفيديو بتاعنا خصيصا على ضربة الجزاء. طبعا في يعني كارت احمر المفروض لباهر المحمدي، يعني اصفر في اصفر عشان التهور والاهمال واللي واللي واللي، ونفسه يحيى الكومي طلع وقال ان المفروض باهر محمدي ينطرد. يعني انت عارف ان اللاعب بتاعك ينطرد المفروض، طالع بتتكلم ليه على ضربه الجزاء الصحيحه اللي المفروض اصلا يعني رئيس نادي ويجهل القانون، رئيس نادي ومش فاهم يعني ايه تهور، رئيس نادي ومش فاهم يعني ايه خشونه. انا بجد مش لاقي كلام مهذب اقوله على الهراء اللي احنا من امبارح لغايه النهارده بنسمعه على من نادي الاسماعيلي، والبيان اللي مطلعينه علشان ينسحبوا من الدوري. الفيديو بتاعنا خلص، نستنى التعقيب في اللايف بتاعنا، انتظرونا وما تروحوش في اي مكان. زي ما حضراتكم شفتوا بالظبط، وزي ما حللنا واحده واحده وبالتصوير البطيء، وزي ما قلنا وعدنا وقلنا قانون اللعبه بيقول الاتي: لو استطاع اللاعب او المهاجم الاستحواذ على الكره وعجز حارس المرمى ان هو يمسك الكره او يستحوذ عليها وارتكب مخالفه باللمس سواء بتعمد او بقصد او بدون قصد واختل التوازن بتاع اللعب، سواء احتكاك سواء ضرب سواء اعاقة، بيحصل حارس المرمى ممكن على انذار لو فرصة واحدة، ولو الفرصة يعني ما فيهاش بنسبة 100% هدف زي الفرصة بتاعت حسام حسن، فما يتلقاش انذار، فالحكم بيحتسب المخالفة. وفي نفس الوقت يعني لو في اتاحة ان هو يحرز هدف من لعبة بيدي انذار كارت اصفر او كارت احمر على حسب اللعبة وعلى حسب نسبة احراز الهدف. ولكن في ركلة الجزاء شفنا مع بعض ان رجل احمد عادل اللي من وتحديدا من فوق من عند الركبة استطاعت ان هي يعني بص ادي الرجل اهو، ادي الرجل اهي، الرجل والرجل نامت كده اهو كده، وراح فارد رجله نام كده على رجل حسام حسن. والدليل على كلامي ان هو ما اعترضش، وما تقوليش عشان هو ابن النادي الاهلي وكان بيلعب في النادي الاهلي، معلش اي حد بيطلع من النادي الاهلي سواء ابن النادي او مش ابن النادي عايز يثبت نفسه، عايز يقول انا اهو، عايز يقول ان انا لا موجود. فلو هو عمل حاجه غلط تلقائيا وهو يحس ان هو مظلوم ما عملش حاجه هتلاقيه بيدافع عن نفسه، والله ما عملت والله ما حصل، لكن ده سكتم بكتم، نفض هدومه ووقف في المرمى واستطاع انه يصد الكوره، واللاعب اللي عمل تراي والفولو ومتابعه وسدد وجابها جول محرزه هدف التعادل. انا عايز اقول بس كلمتين، البطوله دي ما تفرقش معانا، ما تفرقش معانا، النادي الاهلي ما بيبصش للبطولات الهفأ دي، ولا حتى لو الفريق كبير برضه مش احنا عايزين فتره اعداد عشان عندنا نقص عددي، عندنا 3 4 لعيبه مصابه مش هيبقوا موجودين معاك في كاس العالم للانديه، عندك بدر بنون، عندك علي معلول، عندك مين تاني، عندك بدر بنون وحسام حسن، لا حسام حسن بيلعب، عندك 3 4 لعيبه، اكرم توفيق للاصابه، عندك 3 4 لعيبه مصابين مش هيروحوا كاس عالم للانديه، خارج القايمه خلاص للاصابه، اللي هيقعد 3 شهور واللي يقعد شهر ونص واللي يقعد شهرين. فالنادي الاهلي عايز يبقى عنده لعيبه، حتى لو في عندك القايمه ارسلت او ما ارسلتش، عايز حتى في الدوري انت عايز بدايل، عايز بدايل لعلي معلول، عايز بدايل لبدر بنون، لمعلول، لاكرم توفيق، عايز بدايل للناس دي. فالبطوله دي لاكتشاف المواهب، لانك تلاقي حد مثلا يسد ثغره، يعني ده فتره اعداد للنادي الاهلي، مش النادي الاهلي راح عشان ياخد البطوله. والدليل على كده النادي الاهلي بيلعب بال 18 سنه وال 17 سنه مش فارقه معانا. بس انا عايز اقول حاجه، امبارح في لقطه احد جماهير، وانا نزلتها في المنتدى عندنا في القناه، انا عايزكم تدخلوا المنتدى كده باستمرار، لان احنا كنا بننزل كل نص ساعه بوست، بس دلوقتي بننزل كل ساعة بوست، كأنك بيج أخبار، بيبقى فيها كوميك وفيها أخبار وفيها تصريحات وفيها زي ما أنت عايز تقول. ف
يعني بتمنى ان انتوا تزوروا المنتدى بشكل يومي يعني، عشان في اخبار كتير تهمكم عن النادي الاهلي وعن منتخب مصر. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.